مساء الخير متتبعينا ومشاهدينا، عواشركم مبروكة وكنتمناكم إن شاء الله كل يوم وانتم بألف ألف خير. عدد جديد من برنامجكم وقاية وعلاج اللي كيرافقكم كل أسبوع في الظرفية الاستثنائية اللي كيعيشها العالم، وربما هي فرصة باش كنسلطوا الضوء على كل ما عنده علاقة ولا كل ما يخص مستجدات فيروس كورونا من ناحية طبية، من ناحية العلمية، من ناحية الوقاية والتدخل كذلك. ولهذا الامر هذا يسعدنا كثير على انه اليوم نستقبلوا معنا كفاءه مغربيه، وصراحه مفخره اللي هي كبيره جدا، في الولايات المتحده الامريكيه. وغادي نقولوا مساء الخير واهلا وسهلا بك الكولونيل بن موسى جبريل، مسؤول عن المخاطر الكيميائيه ورئيس فرق التدخل المدني في امريكا. مساء الخير ومرحبا بك معنا. مساء الخير، تحيه طيبه للاخوان المغاربه ولكل الأطباء والممرضين ورجال السلطة ورجال الوقاية المدنية في المغرب اللي هما كيخدموا ليل ونهار باش يحميوا المواطن المغربي والبلد، البلد ديالنا المغرب اللي هو وطن كريم وعظيم. شكرا. شكرا وشكرا جزيلا لك. انا عارفه رغم الانشغالات ديالك خصصتي لنا وقت باش تكون معنا في برنامج وقايه وعلاج، فشكرا جزيلا لك على هذه البادره الطيبه. شكرا لك. شكرا اخت عفاف. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على مجموعه ديال النقاط، غادي نتكلموا ربما تقييمك للوضع في امريكا، غنتكلموا ايضا على المساله ديال التزام التدخل كذلك، كيفاش كيكون لما كيتم الاعلان عن حالات معينه او لما كيتصلوا مثلا يعني حالات اللي كيكون مشكوك فيهم بالطوارئ التدخل كيفاش غادي يكون. فقبل نبغيو نعرفوا كلنا بن موسى جبريل، يعني اول حاجه الاصل ديالك، المدينه ايضا اللي تزاديتي فيها وكبرتي فيها، والمسار الدراسي ديالك كيفاش كان؟ والمسار المهني بدا في اواخر التسعينات. انا جيت للولايات المتحده في 1994. المسار بدا من دخول إلى الأكاديمية كعادي كرجل إطفاء، يعني بديت من أول مرحلة، بديت في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، وشوية بشوية يعني بالدراسات وطلعت شوية في الغراد. من بعد انتقلت لولاية أريزونا، اشتغلت فيها أكثر من 15 سنة، ومن بعد جيت لهنا لولاية أوريغون اللي هي موجودة ما بين ولاية كاليفورنيا وولاية واشنطن في الشمال الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، وهي ولاية أوريغون. وأنا الآن أشتغل في مدينة سالم، وهي المدينة، هي العاصمة ديال أوريغون، مقر الحكومة ديال ولاية أوريغون. المسار المهني يعني اشتغلت في الوقاية المدنية، اشتغلت في من ناحيه ديال التدخلات، يعني خبره عندي كبيره في هذا المجال، اكثر من 20 سنه في المجال. اشتغلت في يعني خديت دراسات باراميديك، يعني دراسات ديال الباراميديسين، ومن بعد دخلت المكتب ديال الدراسات اللي كنا كنديروا فيه لي زانفيستيغاسيون على الحوادث ديال النار. يعني كنت كوميسير ديال كندير لي زانفيستيغاسيون، ومن بعد انتقلت عاوتاني رجعت للميدان، وكنت كنقود ديزونيتي ديال الانترفونسيون ديال التدخلات. من بعد ملي جيت هنا لأوريغون خديت يعني رجعت انا هو برتبة كولونيل، مسؤول عن كل ما هو تدخلات، وكذلك مسؤول عن الأكاديمية وعن عن البروفيسيونال ديفلوبمون، يعني ديال لي زيليمون تاع الوقاية المدنية، واللي هو بحال اليونيفرسيتي ديالنا، يعني حنا الاكاديمي ديالنا. التخصص ديالي اللي كنت درت انا، التخصص ديالي كان هو في اسلحه الدمار الشامل، يعني من ناحيه ديال التدخلات، وكاين كان واحد مخاطر كيميائيه ولا مخاطر كيفاش كيقولوا لها، راديو اكتيف، يعني ديال راديولوجيا. هذاك هو كان الاختصاص ديالي، وكنت كندرس في المعهد ديال اللي هو كيف بحال وزارة الداخلية عندنا هنا، عندكم في المغرب هي وزارة الداخلية هنا ديالنا هنا. كنت كندرس في المعهد ديال المعهد اللي كي في الإطارات، يعني كي بحال
بحال اني اون ايكول ديتا ماجور واللي هي اختصاصيه في التدخلات، دونك كندرس تما، ومن واحد ناحيه ثانيه كندرس في، انا استاذ جامعي في اليونيفرسيتي ديال ايسترن واشنطن يونيفرسيتي، كندرس جوج ديال المادات، وحده هي الارهاب والماده الاخرى هي القياده. دونك هذا هو المسار المهني. عندي ماسترز في اداره الكوارث، دونك هذه هو الاختصاص الثاني ديال الماسترز اللي درت فيه. انا درت في القياده في من خديته من اليونيفرسيتي ديال جراند كانيون في اريزونا. انا من مواليد مدينه تازه، الاهل يعني اهل من الاهل الامازيغ من نواحي ديال تهله الوالد الله يرحمه، ولكن زدت في مدينه تازه، كبرت في مدينه تازه، من بعد درست في الثانويه العسكريه الملكيه الاولى في القنيطره، درست خديت الباك تما، من بعد مشيت لليونان على انني ساتابع دراسات في الصيدله او الطب كما اي واحد اللي كيمشي صيدله الطب، لكن ما كانش عندي زعما واحد كتعرف حنا في الثقافه ديالنا خصك دير اين خصك تمشي دير الطب ولا دير الصيدله ولا دير ماشي شي حاجه يعني اللي كانت انتريسونت بالنسبه لي. انا ديما كنت كتعجبني لادفونتور، اللي كيعجبني المغامره والمهن المخاطر. دونك من بعد اليونان درست 3 سنين تما، ورجيت لهنا اللي جاتني الفرصه باش نجي للولايات المتحده، وهكا جي كوم سا جي انتغري، يعني تعرفت على السلك هنا ديالنا اللي هو سلك الوقايه المدنيه في الولايات المتحده، اللي هو سلك اختصاصي. والحمد لله مسار يعني مزيان، ديال مسار مهني مزيان، حافل ما شاء الله، مسار حافل ما شاء الله. طيب إلا تكلمنا حاليا، أنا غدا نرجع وغدا نتكلم معاك على المسألة ديال إدارة الأزمات اللي تكلمتي عليها ومجموعة ديال النقاط أخرى اللي هي أساسية، لكن تقييمك للوضع حاليا في أمريكا كيف هو؟ وكاين الوضع هو بان عندنا اولا كاين 1,500,000 حاله في كورونا. امريكا هي بلاد ديال 330 مليون تقريبا ساكنه، دونك الارقام يعني موازيه الى جيتي تكومباري يعني بالنسبه المئويه. دونك وعندنا 90,000 حاله وفاه. واحد النقطه اللي هي مهمه، مثلا احنا في هذه الولايه، في ولايه اوريغون، عندنا واحد 5 مليون نسمه ديال السكان، عندنا 3,687 حاله في الولايه كامله، و 138 حاله وفاه عندنا في الولايه. دابا ملي كتاخذ الولايه كتقسمها عاوتاني للاقاليم، عندك يعني اقاليم اللي هي عندها الوزارات ديال، ماشي وزاره، غنرجع شويه جو ركول. دونك كل ولايه، حنا هنا في الولايات المتحده عندك القانون الفيدرالي، وعندك عاود القانون ديال الولايه، كل ولايه عندها قانون ديالها. عندك القانون الفيدرالي هو الكبير يعني الاختصاصي في الجرائم الفيدراليه، الاقتصاد، الماليه، يعني داك القوانين اللي هي اللي كتعم الدفاع مثلا، الصحه، واحد ناحيه. وعندك الولايات حتى هي عندها الدستور ديالها، عندها القوانين ديالها، وعندها يعني السلطات المحليه ديالها اللي هي اختصاصيه. يعني كاين واحد الحوايج مثلا التربيه الوطنيه، بحال في المغرب حنا عندنا وزاره التربيه الوطنيه، يعني واحد السياسه اللي هي ناسيونال، ياك هنا لا، هنا كل ايطا عندها وزاره التربيه، ولكن كل اقليم ستاند ديستريكت عنده سياسه ديالو بوحدو بالنسبه ليديكاسيون. يعني ما عندكش، وعندك يعني عندك الستاندار مثلا، يعني ها هي المقاويم اللي خصك تخدم بها، ولكن كل اقليم عنده الاخر ديال القوانين ديالو بوحدو. بالنسبه للصحه نفس الشيء، عندك السياسه الكبيره ديال الولايات المتحده، يعني بوزاره الصحه الامريكيه الكبيره، ولكن كتخول الصلاحيات للوزارات ديال الولايات. دونك من واحد الناحيه ما عندكش واحد السياسه يعني وطنيه اللي هي بحال مثلا في المغرب، عندك سياسه وطنيه وحده، يعني كان المغرب السلطات كيهضروا بصوت واحد. هنا عندك كل ايطا، يعني اللي واقع هنا في ولايه اوريغون ما عارف شنو واقع اللي هي مثلا في ولايه فيرجينيا ولا كاليفورنيا، يعني لان بحال الا تقول كاين 50 دوله في دوله كبيره في اتحاد كبير. نعم، دونك داكشي علاش عندنا هاد التفاوت. بن موسى، هاد الشيء واش بعض المرات تيدير اصطدام ما بيناتهم على مستوى القوانين؟ واش كتوقع اصطدامات احيانا؟
بيان سور كتوقع اصطدامات، لان مثلا الولايه اللي فيها ولايه اوريغون ولا بروفانس الاقليم اللي انا فيه هو سميتو اقليم ماريان، الاقليم اللي واحد انا سميتو بولك. هذا الاقليم ماريان فيه النسمه ديال الناس بزاف وفيه مثلا امكانيات بزاف، ولكن هذاك الاقليم اللي جا حدانا ما عندوش الامكانيات اللي الاقليم الاخر عنده مثلا. سو دونك كل اقليم داير يعني داير لي بلان ديالو بوحدو. وبالنسبه من واحد ناحيه سياسه، ملي كتعرف بان عندك واحد الرئيس جمهوري وعندك واحد عندك الحكام ديال الولايات كيكونوا ديمقراطيين، راه ديجا كاين الاحتكاك، وعاد زيد الرئيس ترامب اللي هو شخصيه كيف ما كنعرفوا كونتروفيرسيال. دونك كاين داك الاحتكاك هذاك ديال يعني الديمقراطيين مثلا الحكام ديال الولايات اللي هما ديمقراطيين بيان سور غادي كريتيسي وغادي غادي كريتيكيو فوالا ترامب، وهو عاوت غيدير نفس الشيء. دونك الا جيتي تسمع الحكام الديمقراطيين كيقول لك بان الحكومه فشلات، الا جيتي تهضر مع الحكام الجمهوريين ديال الولايات ديال تكساس مثلا وديال الجنوب الامريكي اللي هو كيكون غالبيه جمهوريه، غادي يقول لك ترامب راه داير عمل عظيم جدا من ناحيه ديال دونك هذا هو كاين داك التفاوت في السياسات، وكاين التفاوت كيفاش المعامله والامكانيات. احنا دابا كنشوفوا بان بزاف ديال غير حنا مثلا هنا في الولايات اوريغون، يعني الحكومه خصها تنقص من البيدجي ديالها دابا، لان ما كاينش المدخول بالنسبه بحيث الاقتصاد، خص ينقصوا تقريبا واحد 17 المليون ديال الدولار من يعني من البيدجي ديال ليطا، لان ما كاينش المدخولات، لان ما كاينش الاقتصاد ما ماشيش. وهذاك راه مساله ديال الولايه ماشي مساله ديال الفيدرال. الفيدراليين عطاو المعونات، يعني عطاو الى بيدخل الفلوس باش يعني باش لتدبير الازمه وداك الشيء، ولكن على كل ولايه هي اللي تتولى امرها، يعني ما كاينش هذا هو. دونك عندك هاد الاستقلاليه ديال الولايات، وعندك عاوت هاد الاستقلاليه ديال القوانين. دونك على ما كان كيوقع التشابك، وعاد كترجع عاود تمشي للدستور، عاود الدستور كيزيد يعقد المسائل. مثلا اصدقاء في المغرب سولوني قالك علاش نتوما في امريكا ماشي بحالنا حنا في المغرب، تقول شي حد البوليس كيقول الناس دخلوا الدار، دخل داركم ولا غادي ندوك، ما يمكنش، سي امبوسيبل، لان ما كاينش عندنا قوانين اللي كتخول هاد المساله هادو. القوانين يعني كيبدا الاحتكاك مع الحقوق اللي هي ضامنها الدستور. دونك ماشي سامبل، يعني الحكومه تخرج وتقول صافي كلشي جلس في دارك، كيقولوا جلس في دارك، ولكن ما يمكن لهمش، يعني ما كاينش واحد الامكانيه باش مثلا بحال حنا في المغرب كتشوف كيمشيو في الشوارع كيوعيو الناس دخلوا، حنا لا الشرطه ما يمكن لهمش يديروا، لان يعني الشرطه يعني في حالات عاديه ما يمكنلوش يهضر معاك، مخطئ لكن عندك شي سبب يعني بانك عنده شي ظن بانك ترتكب شي جريمه ولا شي مخالفه، عادي يمكن له يهضر معاك. هنا الشرطه ما يمكنش غير يجي يقبط ويهضر معاك يقول لك عطيني شوف لاكارت ناسيونال. دونك كاين واحد كترجع يعني كاين واحد المرجعيه اللي هي دستوريه، هذا هو الفرق. نعم. طيب كورونيل، بغيت نسولك على ارتفاع حالات الوفيات، وعطيتي الرقم تقريبا راه حوالي 90,000 حاله وفاه اللي في امريكا حاليا. ارتفاع هذا الرقم على مستوى الوفيات شنو التفسير ديالو في امريكا؟ وعلى ما كنظن اولا الناس ما ملتزمينش يعني بالحجر الصحي كما كيقول لنا، هذا اثبات بان الا كان حجر صحي كتخفف الحالات. الاغلبيه غنقول واحد 80% ولا كاع 85% كاع 90% ديال الناس اللي توفوا هما ناس اللي هما يعني السن ديالهم كيفوت 63 اغلبيه، عندهم حالات يعني مرضيه، حالات ديال صحيه اللي هي قبل من الكورونا. ولكن على ما كنظن ماشي هي مساله ديال انا كنظن في جميع انحاء العالم بالنسبه للامكانيات هنا في الولايات المتحده، الامكانيات كاينين، يعني لا كورديناسيون اللي قلنا على تدبير الازمه موجود، يعني من ذاك الناحيه ما كاين مشكل. المستشفيات يعني مجهزين مزيان، كان كاين واحد شويه ديال ما كاينش يعني الماتيريال بزاف ديال البروتيكسيون، مثلا لي ماسك كان واحد النقص شويه. احنا مثلا بالنسبه انا السيرفيس ديالي منين وقع الايبولا كنا درنا ان ستوك، يعني ان ستوك استراتيجيك لان احنا في المدينه بالنسبه للمصالح ديال التدخل ديالنا، كوم سا الا وقعت شي حاجه كنا درنا هادشي. ملي كانت الايبولا ومني كان السارس، ملي كان وقع السارس كنا درنا يعني واحد سياسه استراتيجيه بان غادي نديروا ستوكاج ديال لي ماسك.
وفعلا خدمات، لان غنقول لك مثلا بالنسبه لي انا السيرفيس ديالنا حنا كانت عندنا حاله وحده ديال كورونا لواحد رجال الوقايه المدنيه، والحمد لله راه تعافى ومزيان. حاله وحده علاش؟ لحلنا حنا لا بوليتيك اللي درنا والماسك اللي عطينا وكيفاش بدلنا يعني التدخلات، ونقدروا مع نهضروا على التدخلات من بعد. دونك كاين الامكانيات، الحالات ديال الوفاه على ما كان هي الناس اولا ما كيتابعوش الحجر الصحي وما كيسمعوش. إلا شتي بالنسبة إلا شتو في التلفازة كنتو كتشوفو، كانوا الناس خرجوا كيديروا تظاهرات في مقرات الحكومة، ما كاينش الماسك، عندهم الأسلحة، عندهم حنا هذه كيقول لك هذه الحرية ديالنا، الاقتصاد خصو يتحل. دونك خص المشاهدين الكرام يعرفوا بأن الولايات المتحدة راه مبنية على الاقتصاد، دونك الاقتصاد مهم بزاف بالنسبة للدولة اللي هي كابيتاليست، يعني راه مهم. يعني كل واحد كيبني الثروه ديالو الا بغيتي تقول هنا، ماشي مثلا بحال شي دوله اشتراكيه بحال دونك مهم الاقتصاد بالنسبه للناس هنا، داك لا ستابيليتي ايكونوميك مهمه. دونك كنفهم بان بحال في المغرب راه كاين الناس اللي ما يمكنوش يحلوا الحانوت ديالهم مثلا، دونك كاين واحد شويه ديال الازمه. نفس الشيء هنا، دونك واخا عندنا حنا الامريكا عندها الامكانيات عندها الاخر، راه نفس المشكل، راه ما كاين لا فاكسين، ما كاين لا دواء، هذا الشيء راه في العالم كامل. ومني كتوليو عندك لي باسيون بزاف وبيان سور كيتفاوت داك الشيء، راه سي نورمال. دونك على ما كان نفس داك الشيء النتائج ديال الكورونا اللي هي في المغرب ولا في ايطاليا ولا، هي نفس النتائج اللي كنشوفوا هنا، يعني ما كاين حتى شي ديفيرونس. غير حنا عندنا هاد العوامل السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه اللي دارت الولايات المتحده الامريكيه بانها مختلفه على الدول الاخرى من ناحيه ديال الكورونا، وكيفاش كاين شي مواطنين يعني امريكيين كيفاش كيتعاملوا مع الكورونا. هذا هو، كاين شي مواطنين لحد الان كيامنوا بان هذه مؤامره، بان ماشي هذا الشيء ماشي حقيقي. هذا هو الوضع اللي كاين. وربما كاين اختلاف بالنسبة للمغرب، يعني الحمد لله لحد الآن كنقولوا أنه الأرقام يعني رحيمة نوعا ما، يعني حتى بالنسبة لعدد الوفيات بالنسبة للمغرب على الأقل تنقول مقارنة مع دول أخرى. يعني المغرب كان دار يعني مجموعة ديال الإجراءات اللي هي استباقية ومجموعة ديال الأمور اللي هي أساسية. وهنا غدا نسولك إذا سمحتي لي كولونيل جبريل بن موسى، الوضع ديال المغاربة القاطنين في أمريكا، شنو الصدى اللي كيوصلكم ربما ديال مغاربة أمريكا؟ وهنا في ولايه اوريغون ما كاينش المغاربه بزاف، كنعرف جوج ديال المغاربه اللي عندهم مطاعم هنا في هذه الجهه في بورتلاند وفي سيلم. يعني سي سور هذاك الامباكت الاقتصادي راه غيضروا منه، لان المطاعم هنا مسدوده دونك ما يمكن لهمش يحلوا، يمكن لهم يديروا delivery، يعني يوصلوا الناس يمكن لهم يجيو يشريو الماكله ويديوها، ولا يمكن يدوم delivery، يعني ماشي بحال ملي كتحل ريستوران وخدام مزيان. دونك على ما كان راه يكونوا مضرين، كاين المغاربه يكونوا مضرين سي سور، كاينين المغاربه اللي هما مرضوا سي سور، اللي كاينين نشت انا هكا في مواطنين في نيويورك وفي فلوريدا اللي يعني اللي تصابوا بالفيروس. نعم، نمشيو بالنسبه لي يعني العمل ديالك كولونيل بن موسى جبريل، مساله التدخل ديالك يعني هنا غادي نمشيو باش نتكلموا مثلا في حاله لما كيتم مثلا اتصال ديال حاله من الحالات يعني كيكون مشكوك في انها مصابه، كيفاش كيتم الامر يعني الاول مره حتى كيوصل عندها مثلا الفرق ديال التدخل او لا؟ وهنا كيفاش نتوما كتكون كبير ديالكم في هذا الاطار؟ وحنا الوقايه المدنيه ديال المدينه سيلم، يعني ديال سيلم، حنا هما اللي كان يعني كنديروا كل المخاطر، وكذلك المخاطر الطبيه والتدخلات الطبيه ديال الاسعاف. كاع لي الاعضاء ديال الوقايه المدنيه في المدينه كلهم سيرتيفي، يعني عندهم سيرتيفي لواحد النيفو ديال باراميديك، يعني هو واحد النيفو شويه اقل من انفيرميه، مي كيمكن لهم يديروا تدخلات في الميدان، مثلا تدخلات يقدروا يعطيو ادويه، يقدروا يديروا شي تدخلات اللي هي سيرجيكال، يمكن لهم يديروها، يعني عمليات هذاك مبنيه في منصوص يعني ديال القانون ديال كيفاش لي باراميديك كيخدموا يعني هنا في. دونك حنا عندنا واحد النيميرو بحال في المغرب كاين الو 15 وقاعدين عندنا حنا 9111، هذاك هو الرقم. دونك عندنا ان سونتر سونترال
911 عندنا واحد سونترال هنا اللي كيوصلوا ليه لي زابيل، ومن بعد هما داكشي عندنا يعني بالورديناتور اوتوماتيك كتعرف منين جات المكالمه، الا كانت مكالمه ديال الموبيل ولا مكالمه من الدار كتعطيك لادريس اوتوماتيك، كتعطيك مثلا لي كوردوني جي بي اس الا كان شي واحد مثلا على برا في الزنقه واقف. وبازي على حنا عندنا مثلا في المدينه ديال سالم عندنا واحد تقريبا 180 الف نسمه 190 الف نسمه ديال السكان، عندنا 11 الكازيرن 11 كيفاش كتقول اسمح لي نسيت بالدارجه 11 الكازيرن ديال لي بومبي لا بغيت تدخل كاينين في المدينه باش كيخدموا واحد النسمه ديال 190 الف. وفي هذوك لي كازيرن عندنا 13 ديال لي زونيتي ديال التدخل. دونك عندنا تقريبا في النهار واحد في المدينه واحد 42 عنصر اللي هما جاهزين يعني 24 ساعه 24 ساعه للتدخل. دونك كيجي لابيل كي على منين جات الجغرافيا ديالو لورديناتور في السيستم ديال السونتر ديال لي زابيل هو اللي كيبروس كيشوف شنو هي اقرب يونيتي لذاك الكول داك يعني فين واقع هذاك التدخل خصو يمشي، وكي اوتوماتيكمون كيصونيو على لا كازيرن على داك يونيتي عندهم لي زورديناتور كيوريوك فين تمشي كلشي يعني كلشي دقيق مدروس. هذا واحد الحاله واحد الناحيه كاين الامكانيات يعني كلشي مدقوق مدروس بالورديناتور ما كاينش. وكنديروا التدخل يعني عندنا ثلاثه مينيموم ثلاثه ديال لي باراميديك اللي هما كذلك رجل الاطفاء. دونك بالنسبه للتدخل كنوصلوا وكيديروا يعني بحال واحد كيفاش نقول لك بحال اناسيسمو يعني كيسولوا الاسئله المريض كيسولوا شنو عندك شنو واقع كنسولوا يعني كتشوف تاخذ شي دواء بحال مشيتي عند الطبيب يعني كيسولوا داك لي كيسيون باش كيتاخذوا الاجراء اللي هو يتاخذ. الا كان شي حاجه حاله هي يعني شي واحد عنده اناري كاردياك راه غادي يدخلوا ويعطيوه الادويه ويديروا يحاولوا يعاودوا يعيشوا. مي غير داكشي كدان الا بغى يمشي لوبيتال حنا ماشي اوبليغاتوار ما يمكنناش نوبليجيو الناس يمشيو لوبيتال، هذا القانون خصو هو يقول لك انا نمشي لوبيتال، حنا نقولوا له خصك تمشي لوبيتال سي امبورطون باش تمشي لوبيتال. الا المواطن ما بغاش يمشي راه ما يمكنناش نشدوه نديروه بالسيف يمشي لوبيتال. دونك كتجي لومبيلونس كيحطو في لومبيلونس كيديروه لوبيتال. دونك لو تريتمون كيبدا حنا عندنا من الدار من الوقت اللي كندخلو حتى كنوصلوه لوبيتال. يعني ملي كيوصل مثلا عندك ان اكزومبل ان اري كاردياك الا جا شي حد بان اري كاردياك راه ديجا حنا درنا له لو تيوب درنا عطيناه لي ميديكاسيون ملي كيوصل عند الطبيب غير داكشي كاين واحد يعني واحد التمرير ديال لو تريتمون يعني ما كاينش فيه واحد واحد الكاب يعني داكشي هما كيكملوه يعني كيصطو للانعاش داك الساعات. دونك هكا حنا عندنا تدخلات طبيه بالنسبه للحاله ديال فيروس كورونا لما كيكون مثلا مصاب ربما وكتشوفوا الاعراض ولا العلامات عليه هنا كيفاش كيكون التدخل ديالكم؟ دونك واحد حنا وزاره الصحه ديال الولايه هنا ديال اوريغون صافطت لنا واحد مجموعه ديال الاسئله اللي السونتر ديال لابيل كيسول الناس ملي كنعيطوا واخا كيعيطوا على ان اكسيدون دو فواتور كيسولهم مثلا واش عند واش انت كورونا بوزيتيف واش عندك لي سيمتوم ولا شي حد معاك في الطوموبيل مثلا عنده داك لي سيمتوم وي نو وي نو. هذيك لي انفورماسيون كتجينا حنا بار اورديناتور لونيتي وهما غاديين. وحنا دابا بالنسبه لنا اي تدخل اللي كنديروه اللي هو طبي ولا تدخل كما كان من غير النار راه كنحطوا ليكيبمون بروتيكتيف كله يعني يا با ديكسيبسيون كل شيء تحت ليكيبمون ديالو. دونك ملي كنوصلوا مثلا نعطيك اكزامبل شي حد عيط يعني عنده شويه ديال الكحه مي شويه ديال لا فيفر كنوصلوا ما كنصيفطوش كل شيء لداخل لان بوغ مينيميزي ليكسبوزيور لهذاك ليكسبوزيون لهذاك المريض الا كان يقدر يخرج على برا ونهضروا معاه كنديروا يعني ليفالواسيون واش هو هاد واش داك الساعات كون ديتيرمين واش يمشي لوبيتال. الا كان غادي بغى يجلس كنقولوا الا بغيتي تجلس في الدار خصو يعيط للدكتور ديالو ويمشي من تما داك الساعات يبورسوي ولا يمكن له يعيط لنا عاوتاني ونجي نهزو ونديروا لوبيتال. دونك التدخلات ديالنا تبدلات شويه كيفاش. واحد الحاجه اخرى يلاه درنا واحد البروغرام اللي جديد اللي حليناه لو لاندي اللي فات وهو ان بروغرام ديال الناس يمكن لهم فولونتيرمون يمكن لهم يريبورتيو لو ستاتو ديالهم. سا فو دير كي عندنا واحد لو بروغرام سميتو كوميونيتي كونيكت كيدخلوا تما كتو كري ان بروفيل الا كنتي مواطن يعني ساكن في المدينه تو كري ان بروفيل وكتريبورتي يعني براسك فولونتيرمون كوفيد بوزيتيف
ولا ماشي كوفيد بوزيتيف، عندي لي سيمبتوم ما عنديش لي سيمبتوم، هذيك زانفورماسيون ملي كتدخل كتونجستخا حنا عندنا في البروغرام ديال لورديناتور ديالنا ديال لوجينيتي. مثلا انا الا مثلا جي روبورتي كو جو سوي كوفيد بوزيتيف، حيت حنا هنا القانون ما كيسمحش للمستشفيات داكشي باش يعطيو معلومات، ما خطا الا كانت معلومات على شي باسيون، ما خطا الا كانت ديريكتوم، يعني الا شي حد انا مش راه زيت راسي مشيت للوبيتال مواطن عادي وجي تيستي بوزيتيف، لوبيتال منع عليه يعيط مثلا لي سيرفيس ديالنا ديال الاخر ويقول لك اه فلان فلان راه الي بوزيتيف، سي كونتر لا لوا. دونك حنا هاد لو بروغرام عندنا فولونتير اللي كنهضر لك عليه، انا مثلا مواطن بوزيتيف مثلا مشيت لوبيتال كنكتب داكشي، داكشي كيدخل في لوجيسيال، داك لافورماسيون ديريكتوم كتمشي حنا عندنا لوجيسيال ديالنا السيستيم. مثلا انا غدا كنعيط ل 911 الو 15 ديالنا، انا راني ما حاش برتي مزيان مريض، اوتوماتيكمون داك لافورماسيون اللي انا دخلت بانني بوزيتيف كتخرج في لورديناتور عند لي زونيتي دانترفونسيون. دونك قبل ما يوصلوا كيعرفوا بان فلان راه بوزيتيف او لا فلان في عمره كدا 80 عام، دونك يا ان ريسك. دونك هذيك هاد لو بروغرام اللي دابا دخلنا يعني سي تري سوكسيس، وحنا الاول حنا في اوريغون اللي درناه سي ان بروغرام ديال يعني كيف كيقولوا تي روبورت لو ستاتوي ديالك فولونتيرمون سور داك لو بروغرام. دونك هادي من التقنيات اللي كنستعملوا باش مينيميزيو يعني كيف كيقول لا بروباغاسيون ديال كورونا، وكذلك باش نبروتيجيو العناصر ديالنا كوم سا يبروتيج من بعد المواطنين. نعم، سؤال ربما يعني كلنا شفنا يعني اسم مغربي أيضا اللي هو المعاني في أمريكا خلال هذه الأونة هذه، وتحديدا في هذه الأيام الأخيرة هذه، بروفيسور اللي هو مغربي تخصص في المناعة في الفيروس وكذا، ودابا يعني يعول على المختبر اللي هو كيشتغل فيه أو للشركة اللي هو تابع ليها على أنهم يوجدوا اللقاح. أول حاجة كمغربي كيفاش شفتي هذا الأمر كولونيل جبريل بن موسى؟ بيان سور كمغربي راه كتفتخر ملي كتشوف الكفاءات المغربيه، يعني من واحد الناحيه اخرى كنحزن لان دوك الكفاءات المغربيه وكانوا يعني في المغرب من الاحسن داك ساعات المغرب غيكونوا كاينين الكفاءات في المغرب، ما كنقولش بلي ما كاينش، كاين الكفاءات تبارك الله الشباب والعلماء والمخترعين واللي سانتيفيك موجودين، غير هي كاين شي كفاءات بحال هكاك ما تلقاهمش. دونك كنتمنى شي ما نعرف فوقاش يوقع هادشي شي عام الكفاءات ديالنا في المغرب يستغلوهم والحكومات يستغلوهم ويشجعوا الكفاءات، لان هذا هو الحاجه الوحيده اللي تبغي المغرب يستافد من داك الكفاءات والمجتمع يستافد من داك الكفاءات والوطن هو المهم هو يستافد من داك الكفاءات. دونك هذا هو الحاجه الوحيده اللي مي كتفتخر، يعني كتفتخر ملي كتشوف مغربي يعني من داك الناحيه تختار باش يدير هذا الشيء، دونك كاين افتخار كبير. نعم، طيب نسولك ربما الان امريكا ربما يعني وجهات الكثير من الامور لا من ناحيه الميزانيه ولا يعني كل المؤهلات وكل الاشياء اللي غادي تساعد في انها يعني تساعد الباحثين والخبراء انهم يلقوا اللقاح، يعني جندات امريكا هذه الامور كامله. الرؤيه ديالك كولونيل جبريل بن موسى ربما شنو غتحمل معها الشهور ولا الايام ولا الاسابيع ربما اللي هي جايه؟ سنين ربما سنين. على ما كنظن انا شوف هي مسؤوليه شخصيه اولا الكورونا، يعني الى عندك الماسك استعمل الماسك، داك لا ديستانس اللي كنقولوا عليها خصها تكون، يعني حتى الى تفتح الاقتصاد في المغرب ولا في ولايات اخرى، حنا عندنا مثلا هنا في لا بروفانس ديالنا الاقتصاد ما مفتحش، لان داروا واحد المعايير الحكومه هنا دارت واحد المعايير اللي هي خص ثلاثه المراحل باش يمكن لك تفتح. دونك يلا فتحوا دابا لي كابيني ديال لي ميدسان ديال لي دونتيست، لي ريستورون مازال ما حالينهمش، حلوا لي ماغازان صغار ديال لي ماغازان عادي مثلا ديال الحوايج وديال الناس يتقداو، مي كاين واحد المراحل خصها تكون كاين واحد النقاط اللي خص اي مدينه ولا اي سيرفيس ولا اي مطعم مثلا. دونك وعاود داكشي باش كنت سيتو ريسبونسابيلتي سوسيال، دابا كنمشي انا مثلا للسوبر مارشي راه كتلقى واحد ما دايرش الماسك. دونك على ما كان دنا الكورونا راه يمكن لك تكون عندك الامكانيات وكل شيء، ولكن على ما كان داك الشيء راه اسم ريسبونسابيلتي بيرسونيل، يعني الا عندك الماسك دير الماسك، غسل يديك، هذوك داك لي تروك اللي هما بازيك يعني، ولا قالوا لك بقى في الدار يعني هذا هو داك الشيء ما كيقولوش انا باغي نجلسوا، راه حتى المغرب راه باغي يفتح ليكونومي ديالو ويجيو لي توريست وكل شيء، بيان سور اي دوله راه كتبغي داك الشيء، غير هي
بيان سو كاين واحد التاثير بسيكولوجيك عاوتاني على الناس. مثلا هنا لا فامي ديالي تقريبا 10 ديال لي سيمين وهما في الحجر الصحي. انا ملي كنخرج للخدمه ملي كنجي ما يعني عندي لا شومبر ديالي بوحدي، ملي كنجي كندوش كندير الماسك لان انا على برا كنخرج ونجي. دونك داكشي باش كنقول لك انا شنو ريسبونسابيلتي، يعني كناكل بوحدي، يعني سي تي ريسبونسابيلتي يعني اللي هي شخصيه على ما كنظن. من واحد الناحيه بالنسبه للتدبير ديال الازمه، يعني كاين واحد الحاجه اللي هي امريكا اللي هي مجهده بزاف، يعني التدبير ديال الازمات، لا كورديناسيون ما بين لي سيرفيس ديال الشرطه، الوقايه المدنيه، الصحه، لي زوبيتو. كاين هنا مثلا هنا في اون كري واحد خليه الازمات، يعني فيها لي ريسبونسابيلتي. يعني عندك ان كوموندون اللي هو كيجير هذيك الخليه، وعندك الممثل ديال وزاره الصحه، الممثل ديال لي طرافو بيبليك، الممثل ديال المدارس، كل شيء خدامين يعني انصومبل، ماشي يعني قطاع كلها بوحدها. دونك على النيفو، مكان على النيفو المحلي كاين واحد لا كورديناسيون اللي هي مزيانه. على النيفو ناسيونال راه شويه الدعوه ماشي هي هذيك. دونك كتشوف المغرب يعني لي زيفور اللي دايرينهم المواطنين الحكومه وصاحب الجلاله راه يعني راه مزيان بالنسبه لدول اخرى. الا جيت كومبير مع دول اخرى راه كوارث. دونك خصو شويه الواحد يصبر وصافي، هادشي اللي كاين. نعم، ربما غنخلي لك آخر كلمة فضل لقاء، ربما جمعنا معك لقاءات أخرى إن شاء الله. رسالتك اليوم لكل مغربي أو لكل مغربي يقدر يكون عايش حتى في أمريكا وغادي يشوف برنامج وقاية وعلاج، شنو رسالتك ليه كولونيل جبريل بن موسى؟ تهلاو في راسكم، إلا عندكم لي ماسك ديروا لي ماسك، إلا كان أن نوردغ ديال الحجر الصحي تابعوه، الصبر وهذا الشيء اللي كاين. يعني الواحد خصو يبروتيجي، وفكروا الاخوان المغاربه في المغرب، فكروا في هذوك الناس ديال السلطات المحليه اللي هما خدامين ليل ونهار، راه حتى هما عندهم لي فامي ديالهم، راه حتى هما كيخليو لي فامي ديالهم يخرجوا ليكسبوز. دونك عاونوا شويه، عاونوهم، كونوا نتوما هما يعني لي زادفوكات ديالكم بنفسكم، ما تعاينيش تيجي عندكم شي واحد من السلطه، يجي عندك القايد ولا العميل يقول لك دخل، ولا يو نو 6 اور دخل في حالاتك. دونك une responsabilité personnelle بالنسبه لباش الوقايه من هاد المرض. وكذلك عيد الفطر جاي، عيد مبارك سعيد ورمضان مبارك وهذا الشيء اللي كاين. شكرا جزيلا لك، جزيل الشكر للكولونيل بن موسى جبريل، مسؤول عن المخاطر الكيميائيه ورئيس فرقه التدخل المدني في امريكا. شكرا جزيلا لك، نورتينا في برنامج وقايه وعلاج، نتلاقاو معك فرصه مقبله بحول الله. شكرا لك. شكرا. إذن مشاهدينا، شكرا مرة أخرى مشاهدينا ومتتبعينا، وصلنا لنهاية حلقة اليوم برنامجكم وقاية وعلاج، نتلقى معكم بإذن الله في عدد جديد، ودائما كنتمنى لكم الصحة والسلامة، وما تنسوش على أنه الالتزام بالحجر الصحي وبكل الإجراءات الوقائية والاحترازية هي ضرورية جدا باش كتحمي ماشي فقط غير نفسك، وإنما الناس اللي هم أقرب ليك، الناس اللي هم عزاز عليك، والأهم من هذا الشيء كتحمي بلادك. إلى اللقاء.